ولمزيد من المتابعة حول انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، ينضم إلينا مباشرة موفد التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحية، يعني ضعنا في الأجواء لديك وأهم النقاشات التي طرحت في جلسات اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. انطلق بالفعل منذ صباح اليوم الأول لهذا الحوار الوطني، وبعد عام كامل من تحديد الجلسات وتحديد المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها في هذا الحوار الذي يجمع جميع الائتلافات وفئات المجتمع وكل وجهات النظر والرؤى المتنوعة، بالفعل يشارك اليوم منذ صباح اليوم في المحور السياسي. المحور السياسي كان هناك جلستان، الجلسة الأولى تناقشت حول التعامل مع حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والتعامل مع التمييز ضد جميع الفئات، سواء كانت المرأة أو ذوي القدرات أو حتى العمال بشكل عام. هذه اللجنة أيضا تناولت كيفية التعامل مع الشباب وتمكين الشباب، وبالطبع جزء منها هو لجنة العفو الرئاسي، وتناولت عدد من تم العفو عنهم رئاسيا عبر هذه اللجنة، و 1074 بالفعل من تم العفو عنهم. تم النقاش اليوم داخل أيضا هذه اللجنة عن تعامل المرأة وكيفية تمكين المرأة، وخصوصا في ظل اللجنة الخاصة بالانتخابات والتعامل مع أنظمة الانتخابات المختلفة. كان هناك نقاش موسع حول كيفية آليات الانتخاب، سواء كان بالقائمة المطلقة أو حتى القائمة النسبية. الخلاف دار لما يقرب من ساعتين تقريبا حتى توصلوا لرؤى مختلفة ووجهات نظر مختلفة متعلقة بالقائمة النسبية تخص 25% من المرأة، وأيضا القائمة المطلقة التي قام عليها بالفعل مجلس النواب الحالي، وأيضا تم الوصول للمادة الخاصة بالدستور ليتم تنفيذها بالفعل، وهي إقامة المفوضية الخاصة بالانتخابات. هذه المفوضية هامة جدا لأنها سيقوم على أساسها اختيار النظام الأفضل للانتخابات بشكل عام بمشاركة جميع الفئات اليوم. كان هناك أيضا لجنة خاصة جاري العمل عليها الآن، وهي لجنة التعامل مع التحديات الخاصة بالتعاونيات، والتعاونيات هي المنظمات الأهلية والجمعيات الأهلية التي تشارك أيضا في هذا الحوار الوطني، ومدى أهمية هذه الجمعيات وتطوير القوانين. ولكن كل هذه اللجان كانت هناك يعني نظام واضح وغير عشوائي في تحديد الكلمات بمشاركة جميع الطوائف وإعطاء الفرصة بتوقيت محدد 4 دقائق خاصة بكل مشارك، يكون هناك يعني تحذير أو إطلاق إنذار قبل انتهاء 4 دقائق في فرصة لإتاحة يعني الفرصة لجميع الفئات وجميع الرؤى المختلفة للمشاركة بآرائهم من جميع الأحزاب، من المعارضة ومن غير المعارضة، وحتى من تم العفو عنهم رئاسيا وخرجوا من السجون يشاركون بالفعل اليوم. كل الفئات تشارك، لذلك نتابع اليوم على مدار إما الجلستين اللتين انتهوا بالفعل حول التمييز والتعامل مع التمييز، أو حتى الجلسة القادمة الخاصة بالانتخابات والتعامل مع التحديات التعاونيات أو الجمعيات الأهلية، نظرة عما حدث. ولكن أيضا كان خلال لقائي مع المواطنين، عفوا لقائي مع المشاركين في هذا الحوار من الأحزاب المختلفة، ربما أهم ما يميز حسب تعبيرهم هذا اليوم هي إعطاء المساحة كاملة لكل من يريد أن يشارك بآراء وأفكار من الممكن أن يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع فيما بعد. أشكرك كريم. نتابع على مدار اليوم ما يأتي وما المخرجات اللي المتوقع أن تخرج من هذا. أشكرك كريم على كل هذه التفاصيل والإجمال الصورة لديك في الجلسة الأولى للحوار الوطني التي تتعلق بالمحور السياسي. شكرا جزيلا لك كريم بيبرز، موفد التلفزيون المصري، إلى مقر انعقاد الحوار الوطني.